عن ما إذا كانت هناك تطورات لافتة في معارك جبهة كفر شمس ودير العبس؟ نعم، حقيقة نبدأ من نتكلم عن التفجير الذي قام به الثوار في مدينة درعا تحديدا، وهو تفجير نفق لعصابات الأسد. اكتشفوه في داخل أحياء درعا المحافظة، وتم تفجير هذا النفق ووقع عصابات الأسد بين قوسين ومدجري. احنا ننتقل لنتكلم عن المعركة الأهم الآن، وهي المعركة الشرسة في محافظة درعا في الريف الشمالي الغربي من محافظة درعا تحديدا في كفر شمس ودير العدس، حيث تستمر التطورات. كل لحظة تأتي تطورات جديدة من تلك المنطقة تفيد بوقوع قتل أعداد كبيرة من قوات النظام، وقوع خسائر كبيرة يحققها الثوار والمجاهدون بصفوف قوات النظام التي بدأت حملة ربما خطة انطلقت في تلك المنطقة لتعويض خسارة حقيقة لقوات النظام في محافظة درعا بعد أن خسر النظام واقعه في قلب مدينة درعا. يحاول النظام أن يبحث عن فسحة أمل في المناطق البعيدة عن محافظة درعا، عن قلب مدينة درعا، ربما يحاول أن يعيد هيبة الجيش في قلوب هؤلاء المقاتلين في صفوفه، لكن عبثا يحاول هذا النظام. فأفاد المقاتلون، أفاد عسكريون من وأكدوا أن النظام لن يستطيع أن يتقدم في تلك المناطق. تستمر المعارك حقيقة في دير العدس، وهي الواقعة تحت سيطرة الثوار الآن. أيضا مدينة كفر شمس هي الواقعة تحت سيطرة الثوار والمجاهدين في تلك المنطقة بشكل كامل. تستمر المعارك على أسرول. الواقعة في تلك المنطقة توجهت كتائب الجيش الحر والثوار والمجاهدين إلى المناطق الشمالية الغربية من محافظة درعا لتعزيز وجود الثوار، لكن لا خطر على باقي المناطق التي تستمر في هذا المنطقة. المعارك في محافظة درعا مثل الشيخ تمام إبراهيم. إبراهيم، حالة الطقس السائدة هناك في درعا والثلوج المتهاطلة بكثافة، هل أثرت سلبا أم إيجابا على سير المعارك هناك؟ نعم، حقيقة معنويات المجاهدين دائما في محافظة درعا مرتفعة وعالية جدا، كما شهدنا مؤخرا معظم التحريرات والمناطق التي تم تحريرها في محافظة درعا كانت تتحرر في ظروف جوية صعبة، وصعبة جدا في ظروف ثلوج. كان يحقق هؤلاء المجاهدين تحرير لعدد كبير من النقاط. دائما الطقس يكون لصالح الثوار المجاهدين لأنهم لا يأبهون لهذا الطقس. نشهد دائما حالة استمرار المعارك، وربما شهدنا فتح معارك وتعمد الجيش الحر والمجاهدين فتح هذه هي المعارك في الظروف الصعبة. الظروف الصعبة حقيقة من الطقس تنعكس على المدنيين وليس العسكريين الذين يعانون. حقيقة هم الوحيدين الذين يعانون حق المعاناة في محافظة درعا. الوضع العسكري كما نعلم هو وضع ممتاز جدا في محافظة درعا. لا نتكلم عن هجوم يقوم به النظام على الثوار في محافظة درعا، هي محاولات بائسة يقوم بها النظام في محافظة درعا. بادرة الهجوم هي في يد الجيش الحر وفي يد المجاهدين في محافظة درعا. نتكلم عن تحرير مستمر، نتكلم عن انتصارات في معظم مناطق درعا. هذه هي النقطة الوحيدة وفسحة الأمل التي يحاول النظام أن يوجدها في تلك المنطقة، لكن عبثا أفاد ناشطون من تلك المناطق أن أعداد كبيرة سقطت في صفوف القوات التي حاولت التقدم. هي كما أكدوا أن أعداد الإيرانية هي كانت كبيرة، والداعم الإيراني كان كبير في تلك المنطقة. حاولت استخدام تعزيزات من الجيش المتواجد في المنطقة، لكن التدريبات أفادت أن الجيش لم يعزز وجود هؤلاء، لأنها معركة لن تستمر طويلا، هي معركة مؤقتة لكنها فشلت بنظر العسكري. شكرا جزيلا لك إبراهيم الحريري، مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من ريف درعا.